السلام عليكم، معكم البرنس عبد العالي من مدينة وجدة. شكرا جريدة الأزواق تي في. سي عبد العالي البرنسي، ممثل أفلام القصيرة والأفلام السينمائية. مؤخرا كنا تفرجنا لواحد الفيلم ديالك شاركت فيه بعنوان كورونا، تقدر تهضر لنا عليه شي شوية وكيفاش جاتكم الفكرة وفي الوقيتة وكيفاش صورتوه في الوقيتة اللي كانت كورونا؟ في البدايه ديال كورونا هذاك صورناه، وهذيك يعني كان عندنا كرساله، يعني كورونا راه مرض العالم فيه، وكاين الناس اللي كيقول لك استعمل العشوب ودير مثلا، ولا تمشي عند الفقيه ولا تمشي عند عرافه، ولا يعني هذاك المرض هذاك يعني خص الناس اختصاصيين لك شيء فيروس هذا ما معروفش، وصاب العالم كامل والعالم كامل حاير فيه. وكاين بعض الناس اللي كيمشيو لعند المشعوذين ومشيو لعند هذا، يعني حنا هذيك جاتنا الفكره باش يعني بنادم ما يمشيش، يعني لو كنت تفرج في الفيلم وتفكر يعني تحاولي ديري غادي توصلي للنتيجه، يعني مرض هذاك ديال الطبيب، ماشي غادي يمشيو للمرض مثلا ديال الطبيب، وحتى هذاك المرض ما معروفش، وتمشي انت وتمشي تجري مثلا للعشوب، ولا تمشي تجري عند العطار ولا فقيه، ولا كورونا في دوك لو مومون كان الناس كانت بدايه يقول دير غير دواء العرب. واه لا ما كاين لا دواء عرب لا والو، واحد الحاجه اللي يعني وانتم يعني جاتكم الفكره ومثلتوا بديك الطريقه. والقاء اعجاب تاع الناس. والناس تفرجوا له زعما كاين بزاف. شنو كانوا كيقولوا لك الناس ملي كيتلاقاو معك هكا في الزنقه؟ وكل واحد اش كيقول؟ كاين لا عجبهم الفيلم وعجبتهم الفكره، وبزاف ديال الصحبه اللي علقوا عليه، ويعني هذيك احنا درناها كرساله. وما وحتى التصوير ديالو يعني جا داكشي على غفله، ما ويشي ما مشي وجدنا سيناريو ولا كتبناه ولا شي حاجه، داكشي تلقائي. داكشي درنا تلقائي غير ارتجلنا، يعني ما وجدناش غير ارتجلنا داكشي. حاليا عندكم شي اعمال مستقبلا؟ كاين ان شاء الله. يعني ننتظركم ضروري ان شاء الله في حول الله يدخلوها لنا مفاجاه ان شاء الله.